بكل سنة العالم مبهور جداً بحدث اسمه جائزة نوبل، وسنة 2023 هاي ما كانت استثناء. اسمي المجتبى واليوم موضوعي عن جوائز نوبل، ايش صار بيها وين راحت بسنة 2023. قبل ما نعرف جوائز نوبل لمن توزعت وعلى شنو هاي السنة، خلينا نسولف شنو أصل هاي الجائزة. خلال القرن التاسع عشر عاش واحد من أفضل العقول البشرية وأكثرها إنتاجاً، وكان مخترع وعالم ومهندس ورجل أعمال. الزلمة كانت جنسيته سويدية واسمه ألفريد نوبل، وألفريد كان الطفل الرابع لعائلة ستوكهولمية فقيرة مكونة من 8 أبناء. بس لأن نوبل ما كان مؤمن بشعار الفقير وين يروح، شد حيله والنتيجة صار أحد أفضل مخترعي عصره وأثرهم. لكن المشكلة أنه نوبل هذا بنى كل ثروته تقريباً من خلال اختراعاته بالمجالات العسكرية، وكان مجموعهم 355 اختراع أشهرهم الديناميت. هلأ أنت منهم اخترعك؟ يلا تفضل اطلع برا، اطلع برا لا تظل تلح. المفارقة وين؟ أنه بسنة 1888 من توفى أخوه، واحدة من الصحف الفرنسية اللي ما تقعد راحة اشتبهت أنه ألفريد الميت، وكتبت نعي سلبي وهجومي ضده بعنوان تاجر الموت قد مات، وهذا كان بسبب كثرة ابتكاراته اللي تسببت بموت الكثيرين. المسكين لسوء حظه وحسن حظ العالم قرأ النعي، ومن قراءة انقهر سودة عليه، وقرر بذيك اللحظة أنه يترك له أثر طيب بهاي الدنيا اللي راح يغادرها بعد كم سنة. ولذلك حدد بوصيته الأخيرة اللي كتبها قبل حوالي سنة من وفاته أن تستخدم ما نسبته 94% من ثروته حتى يسوون سلسلة جوائز تمنح للناس اللي يقدمون أعظم فائدة للبشرية ببعض المجالات، منها الطب والكيمياء والفيزياء. وهذا القدر من ثروته كان يساوي بفلوس اليوم حوالي 266 مليون دولار. انطلقت سلسلة جوائز نوبل اللي تعتبر اليوم على نطاق واسع من أهم الجوائز بالعالم إذا مو أهمها، ومكافآتها المالية توصل إلى مليون دولار تقريباً، ناهيك عن مكافآتها المعنوية اللي تخلي اسم الإنسان ينقش بأحرف من ذهب بكتب التاريخ. ومن ذاك اليوم لليوم تم توزيع 621 جائزة على 1000 فائز وفائزة بمختلف المجالات. واللي يسأل ليش عدد الفائزين أكثر من الجوائز؟ هذا لأن في كثير من الأحيان يشترك أكثر من شخص بجائزة واحدة، مثل ما راح نشوف بعد شوية. خليني هسه نسولف بجوائز نوبل لهالسنة، ونبدي بجائزة نوبل للطب اللي فازت بها المجرية كاتلين كاريكو بالمناصفة ويا زميلها الأمريكي درو وايزمان، بعد ما طوروا العالمين على مدى سنوات تكنولوجيا سمحت بإنتاج لقاحات mRNA أي مضادة لفيروس كورونا، وبالتالي تحريرنا من ضيم الحجر الصحي. طبعاً اللقاحات المعتادة مثل ما علمونا بالمدرسة تكون عبر حق نسخ ضعيفة أو ميتة من الفيروس الأصلي بالجسم، وبالتالي الجسم يرصدها وبعدين يكيف آلية لمكافحتها مستقبلاً. بس التقنية اللي طوروها هذول العباقرة نهجها مختلف، ويعتمد على تدريب جهاز المناعة للتعرف على تهديدات الفيروس ومحاربته، بعد ما يحقنون الجسم بتعليمات جينية لبناء مكون واحد من مكونات هذا الفيروس. وهنا كان المحقون بروتين معين، فتبدي خلايانا بإنتاج كمية من هالبروتين الفيروسي اللي راح يرصده الجسم، ومن ثم راح يتعلم ردعه. بالتالي بعدين من جنابك تاخذ عدوى، راح تلقى جسمك متحزم لحزامياً لهذا الفيروس بفضل ذول العلماء. وأضيف لك من الشعر بيت أنه نهجهم هذا مو مناسب بس لعلاج فيروس كورونا، إنما راح يفتح آفاق طويلة عريضة بصناعة اللقاحات. أما جائزة نوبل للكيمياء فراحت لثلاث علماء، هم التونسي الأصل أمريكي الجنسية مونجي باوندي، والأمريكي لويس بروس، والروسي أليكسي أكيموف. وهذا الثلاثي نال الجائزة بسبب اكتشافة تقنية اسمها النقاط الكمومية، وهذه النقاط بمثابة بلورات أو غرف صغيرة حجومها تقاس بالنانومتر، وطبعا هذا النانومتر هو 1 بالمليار من المتر. يجيبون هاي البلورة يحصرون بها الإلكترون بحيث تنطي ألوان قياساً بحجم البلورة اللي حاصرة الإلكترون. وهاي التقنية يقول لك سمحت للتكنولوجيا أنه ترتقي لآفاق خرافية من حيث الألوان المنتجة وحساسية الأجهزة اللي تشتغل بهذه التقنية للألوان. وأقدر أذكر لك مثل أنه تلفزيونات الـ QLED ذات الجودة الصورية الهائلة تشتغل بهذه التقنية. QLED هي اختصار لكوانتوم دوت لايت ايميتينج دايود، او حتى نسهلها عليكم النقاط الكموميه اللي تبعث الضوء. كذلك صار لها استخدامات مهمه بمجالات مثل صناعه الالواح الشمسيه والتصوير الخلوي، اي بمعنى التصوير الخلوي يعني تصوير الخلايا نفسها. وهاي التقنيه الاخيره مستخدمه بالمجالات الطبيه حديثا، وطبعا وياها جمله اخرى من التطبيقات الثوريه المستخدمه بمختلف مجالات الصناعه. اما جائزه نوبل للفيزياء هاي السنه فراحت للفرنسي بيار اوغست
فلسطيني، والنمساوي المجري فيرنس كراوس، والفرنسية السويدية آن لويليه. طبعا انا ما اعرف قلتهم صح قلتهم غلط، عدتوا شوفوها وراي. ومثل ما قالت اللجنه مال نوبل انه الجائزه كانت تقديرا لطرقهم التجريبيه التي تولد نبضات ضوئيه بالاتوثانيه لدراسه ديناميكيات الالكترون بالماده، وهاي الاتوثانيه تساوي 1 بالمليار من الثانيه. وتخيل انه عدد الثواني من ولاده الكون لليوم هو اقل من عدد الاتوثانيات بالثانيه الوحده. تخيل هش قد صغيرة العد. وأهمية سرعة هذه النبضات الضوئية يكمن بتوفيرها طريقة لقياس العمليات السريعة اللي يتحرك بها الإلكترون، بعد ما كان أكو طريقة لقياس هذه العمليات قبل، بس بفضل ذولا الجماعة هسه صار أكو تكنيك يمكننا من قياس هذه العمليات، والله والنعم منهم. أما بقية الجوائز فجائزة نوبل للأدب راحت للمسرحي والروائي والمترجم النرويجي جون فوسي، ومثل ما قالت الأكاديمية فالجائزة كانت تقديراً لمسرحيات المبتكرة ونثر اللي يعطي صوت لما لا يمكن قوله. خو سبب مولو شو شوفون. أما الفائز بمجال الاقتصاد فكانت الأمريكية كلوديا جولدن، وهذا كان لأجل أبحاثها حول مكانة المرأة بسوق العمل، بينما راحت نوبل للسلام للإيرانية نرجس محمدي، وهي ناشطة بحقوق المرأة ونائبة رئيسة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنحوها الجائزة تتويجاً لنضالها ضد انتهاكات حقوق المرأة بإيران. رسالة سياسية يعني. واسمحوا لي هسه أختمها بتعليق شخصي لأجل الأحداث الأخيرة اللي بغزة. تعليقي هو أمنية ما راح تتحقق. أمنيتي أنه يفوز بالسنة الجاية بجائزة نوبل للسلام شخص مثل الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، هذا الرجل اللي استمر بتغطية الانتهاكات الإسرائيلية بغزة على الرغم من وفاة كثير من أفراد عائلته وأصدقائه، وهذا الرجل يستحق كل التحية لإخلاصه لمهنته وأهل ديرته. بس مثل ما تعودنا هيك قصص إنسانية مثل قصة معتز عزايزة راح تنهمل، لأن بالنهاية اللي يأخذ بعين الاعتبار بهي الجوائز هو اللي يخدم وجهة نظر وحدة نعرفها كلياتنا.